إن المجازر والمذابح التي ارتكبها هذا النظام المتعطش للدماء كمجزرة جامع سارية ومذبحة ساحة اعتصام الحويج على سبيل المثال للحصر، واختطاف الأبرياء والمغيبين قسرياً، وهذه السجون المكتظة بالأبرياء في ظل أوضاع لا تمت للآدمية بصلة، وتدمير المدن الآهلة بالسكان بحجة مكافحة الإرهاب، وتهجير الملايين من بيوتهم إلى معسكرات النزوح، وجرائم التغيير الديموغرافي التي تجري على قدم وساق. وهذه الجريمة الأخيرة دفن المئات من الجثث باسم مجهولة الهوية إن هي إلا عناوين لحكاية مؤلمة تلخص الواقع المأساوي الذي يعيشه العراقيون والسنة منهم على وجه الخصوص منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى اليوم. إن جثث 231 من جرف الصخر المنكوبة التي أعلن عن دفنها في كربلاء قبل أيام ليست مجهولة الهوية كما تدعي الحكومة وأجهزتها الأمنية والإدارية، وإن حشروا معها جثة من هنا أو هناك لخلط الأوراق كما يقال، بل هي معلومة الهوية يعرفها من قام بجريمة الخطف والتصفية والذي يريد طمسها بمقبرة جماعية في كربلاء. الكاتب يرى أن هذه جريمة مكتملة الأركان، فلا الجثث مجهولة الهوية ولا المجرم مجهول الهوية، فالضحايا معلومون يعرفهم ذووهم المنكوبون، والمجرم الذي هو معلوم أيضا قام بخطفهم أمام ذويهم وأخبرهم أنهم سيعودون إليهم بعد إجراء تحقيق روتيني معهم، ثم بعد هذه السنوات العجاف لم يرجع أحد إلى أهله، بل عميت أخبارهم وأصبحوا في قبور تحت لافتة مجهول الهوية. إن الوجه الآخر لهذه المأساة المؤلمة هو تبرير الجريمة أو نفيها أو الاستخفاف بها أو محاولة طمسها كما فعل رئيس البرلمان بصحبة وزير الداخلية، إذ خرج علينا محمد الحلبوسي بتصريح كاذب ومقتضب يؤكد فيه أن الجثث 31 فحسب، وشطب 200 التي أعلنها من قام بدفنها، ثم كذب مرة أخرى حين ادعى أن الجثث لا تعود للمغيبين من جرف الصخر، ثم ألقوا على مسامعنا موعظة بليغة في التحذير من الطائفية والفتنة عودة إلى مقال محمد الجميلي في صحيفة البصائر. هل سمعتم بوقاحة مثل هذه؟ يخطفون الأبرياء ثم يغيبونهم لسنوات ثم يعلنون دفن المئات منهم بطريقة مهينة لهم ولذويهم وللكرامة الإنسانية، ثم إذا أنكر منكر أو طالب مطالب بحقه في معرفة مصير أبنائه قيل له اسكت ولا تعدنا إلى مربع الطائفية. حسناً يا رئيس البرلمان، وحسناً أيتها الحكومة البائسة، ما دامت هذه الجثث ليست للمغيبين السنة من جرف الصخر كما تزعمون، فلتكشفوا لنا عن مصيرهم، ولتعيدوا الآلاف من المختطفين من جرف الصخر ومن الصقلاوية ومن سيطرة الرزازة إلى ذويهم وأهليهم، ولتعلموا أن تهديدكم وتخويفكم الناس بالطائفية لن يسكت صاحب حق عن المطالبة بحقه، وما ضاع حق وراءه مطالب. إن الحالة الكثيفة التي عليها رئيس البرلمان الحلبوسي صورة معبرة عن واقع السياسيين السنة الذين شاركوا النظام الدموي الطائفي بصمتهم أو تواطؤهم أو خذلانهم لأهلهم الذين وعدوهم بالكشف عن مصير مخطوفيهم وإعادتهم إليهم سالمين، ثم ها هم يعلنوها لهم بوقاحة وقلة أدب أن من يطالب بمعرفة مصير أبنائه فهو مثير للطائفية والفتنة. ألا في الفتنة سقطوا.